بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله رب العالمين، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أيها المباركون المباركات نتفيأ ظلال طرق المدائح النبوية، تلكم القصائد التي قيلت في سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نشرع في القصيدة التي اخترنا أبياتا منها في لقاء هذا اليوم، يحسن بنا أن نستصحب أمورا، أننا في هذه اللقاءات لا نريد أن نبين المنهج العام والصناعة الأدبية لتلك القصائد، إنما نريد أن نتخذ من تلكم القصائد مطايا نصل بها إلى الكثير من الخفايا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يمكن أن نستسقيه وننهله من معين سيرته العطرة وأيامه النظرة صلوات الله وسلامه عليه. فما هذه القصائد إلا مدخل للنظر في السيرة وبيان كيف وفق أولئك الشعراء إلى صياغة مناقبه وخصاله وأفضاله صلوات الله وسلامه عليه. والقصيدة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي بائية شوقي، والتي مبدأها سلو قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتابا. شوقي بويع بإمرة الشعر عام 32 و900 ألف للميلاد، وكان قرنه الأول حافظ إبراهيم أول المبايعين، وقال في قصيدته التي بايع فيها شوقي أميرا للشعراء: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. شوقي له أبيات حاد فيها عن المنهج الحق في عموم سيرته، كقوله: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، وغيرها من الأبيات التي حاد فيها عن منهج الحق إما خلقيا وإما عقديا. لكن الرجل غفر الله له ورحمه له ثلاث قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عز نظيرها وقل مثيلها، منها ما عرفت بنهج البردة، وهي القصيدة التي عارض فيها شوقي بردة البصيري رحمه الله تعالى. ومعلوم أن بردة البصيري عنوانها أو مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي. ونحن لا نستطيع أن نعرج على ميمية شوقي حتى نعرج أولا على ميمية البصيري، لكننا في هذا اللقاء سنقف مع بائية شوقي رحمه الله تعالى. بقيت له الهمزية، والتي مطلعها: ولد الهدى فالكافر، كائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. سنخصص حلقات متتابعة لهمزية شوقي ولميميته، لكننا بعد أن نعرض لميمية البصيري رحمة الله تعالى عليهما. أما اليوم فإننا ننيخ المطايا ونقف أمام بائية شوقي. قال شوقي في هذه القصيدة: سلو قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا، ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي الذي ثكل الشباب، وكل بساط عيش سوف يطوى، وإن طال الزمان به وطاب، كأن القلب بعدهم غريب، إذا عادته ذكر الأهل ذاب. ولا ينبيك عن خلق الليالي، كمن فقد الأحبة والصحابة، أخ الدنيا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابة، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا شوكة، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما، ولم أر مثل باب الله بابا. إلى أن قال في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة.
وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهاب. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. هذه بعض أبيات من بائية شوقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعود فنقول إن شوقي في هذه القصيدة حاول أن يبدأ أولا بالحكم، ثم يبين عالمية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وعلمنا بناء المجد حتى، ثم انتقل إلى يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ثم حرر تلك ذلكم الإسداء القدري الذي جعله الله على يد آمنة بنت وهب يوم أن وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم أبا الزهراء معتمدا على ما في ذاكرتنا الإسلامية التاريخية من عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، ثم تبين جملة بلاغة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك أنه قدر له أي شوقي أن يمدح كثيرا من ملوك وسلاطين عصره، وأنه مدحهم على بينة وعلى علم، وأنه نال حظوة عندهم ونال منزلة عند الناس مدحه لهم. لكنه يقول لما مدحتك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدت السحابة. اقتدت السحابة بمعنى أنني أصبحت أتحكم فيها، وهو يقصد أنه بلغ ذروة في المجد عالية جدا ببركة مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإلمام الشامل لقصيدة شوقي رحمة الله تعالى عليه. ذكر شوقي في الحكم أن الإنسان كلما فقد الكثير من الأحبة كان ذلك أكثر تجربة في نفسه في أن يحكم على الناس، ولذلك قال ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة. إذا قسنا هذا، هل أراد شوقي أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جرب فقد الأحبة؟ قصده شوقي أو لم يقصده، فإن السيرة تدل على ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم كان له ولد ابنان، القاسم وعبد الله، وأربع بنات، رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، ثم ولد له بعد هؤلاء الست إبراهيم، فأضحوا سبعة كلهم توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة كما سيأتي الحديث عنها تفصيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جرب فقد الأحبة، فهو عليه الصلاة والسلام لم تكتحل عيناه أصلا برؤية أبيه عبد الله بن عبد المطلب، إذ على الصحيح أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وأمه آمنة بنت وهب عاش معها صلى الله عليه وسلم 6 سنين، فأدرك بعد ذلك عاطفتها، أدرك من ذلك عاطفتها، فحق له بعد ذلك أن يقف على قبرها ويقول إنني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزورها فأذن لي، فبكى صلى الله عليه وسلم، فبكى الصحابة لبكائه، فلم يرى باكيا أعظم منه. أما تفصيل ما حملته أبيات القصيدة فسنعرضه إن شاء الله تعالى بعد قليل. نبي الهدى. هذه دعوة للنجاح والفلاح في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى مع إخوان، أسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر. في بينات تتضح لنا بحمد الله كثير من المعاني، وتظهر لنا كثير من أسرار بلاغة القرآن، وتتبين لنا كثير من استنباطات العلماء الدقيقة واللطيفة. اجلس بنا نؤمن ساعة، هذا ما نتمنى أن نحققه لكم في بينات. نتذكر قول الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فتعالى لتدبر هذا الكلام. بينات يأتيكم في الأوقات التالية. نبي الهدى.
لكم كانت أبيات بائية شوقي رحمه الله تعالى التي صدرها بقوله: سلوا قلبي غداة سلا وثابا في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وانتهينا بعد الحديث عنها إجمالا، انتهينا إلى القول أن شوقي رحمه الله تعالى عمد إلى القول: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، يقصد الانتساب للملة. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. الزهراء مؤنث أزهر، وهو لقب غلب على فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة إحدى أربع أخوات كلهن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله يقول وقوله الحق، والله يخلق ما يشاء ويختار. أراد الله جل وعلا أن النسب المتصل بنبينا صلى الله عليه وسلم ينقطع إلا من جهة فاطمة. فزينب تزوجت أبو العاص بن الربيع وأنجبت منه أمامة، ثم إن أمامة كبرت وماتت دون أن تلد، أي لم يكن لها عقب. وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تزوج رقية ولم ينجب منها، وتزوج أم كلثوم وأنجب منها ابنا يقال له عبد الله. ثم إن عبد الله هذا نشأ صغيرا حتى بلغ قرابة 6 أو 7 سنين كما قال أهل السير، ثم إنه مات. وإبراهيم الذي ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من نسل من جهة ماريا القبطية مات وقد بلغ من العمر 18 شهرا. وأما عبد الله والقاسم والدا ابناء النبي صلى الله عليه وسلم فهذان ماتا بعد البعثة بقليل. بهذا يصبح أن الأمر أن السلالة الشريفة المتصلة به صلى الله عليه وسلم كلها مردها إلى فاطمة، وفاطمة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمها علي بن أبي طالب، فأنجبت منه الحسن والحسين ومحسن. ولما ولدت الحسن دخل صلى الله عليه وسلم يقول: أين ابني أين ابني؟ فأتوه به، قال: ما أسميتموه؟ قالوا: أسميناه حربا. قال: بل هو الحسن. ثم بعد طهر واحد حملت وولدت الحسين، وكأن علي رضي الله عنه لأمر ما في نفسه يحب اسم حرب، فقال صلى الله عليه وسلم كما قال في أخيه الحسن: أين ابني أين ابني؟ قالوا: ها هو يا رسول الله. قال: ما أسميتموه؟ قالوا: أسميناه حرب. قال: بل هو الحسين. ثم حملت فقال صلى الله عليه وسلم: أين ابني؟ ثم قال سماه محسن، وقال معقبة: أسميتهم بأسماء أبناء هارون بشير وبشار ومبشر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اقتفاء أثر الأنبياء من قبله، لأن الله قال له وقوله الحق: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فحتى في مسألة قد لا تكون مسألة أولوية وهي تسمية الأبناء، عمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخذ له إماما من النبيين. فلما أخذ صلى الله عليه وسلم من كل نبي شيئا من مناقبه وخصاله اجتمعت المناقب فيه، كما سيأتي تحريره في همزية شوقي، اجتمعت كل مناقب الخير والفضل فيه صلوات الله وسلامه عليه. فأما محسن فقد مات صغيرا، فبقينا في الحسن والحسين. فأي نسب اليوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى آل البيت، لأن كلمة آل البيت أعم، لكن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون إما من الحسن أو من الحسين. ولهذا بقدر الله في أن الحسين بن علي رضي الله عنه شهيد كربلاء، لما مات في كربلاء من الناجين أو الناجي الوحيد من الرجال ابنه علي المعروف بزين العابدين. فزين العابدين كما أن الحسين يقال له شهيد كربلاء، فإنه يقال لابنه علي بن الحسين المعروف بزين العابدين يقال له نجي كربلاء. فشهيد كربلاء الحسين، ونجي كربلاء ابنه علي بن الحسين. أبقى الله علي بن الحسين حيا ولم يتسلط عليه الأعداء ولم يقتلوه، حتى يبقي الله جل وعلا على عقب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسين الممتد إلى فاطمة إلى
ظهره صلوات الله وسلامه عليه. فكل من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم قطعا إما من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين، ومن كان من ذرية الحسين فهو قطعا من ذرية زين العابدين ابن علي. وأكرر أن مسألة آل البيت أوسع وأعم وسيأتي تفصيلها. هذا زين العابدين هو الذي قال فيه الفرزدق أبياته الشهيرة لما حج هشام بن عبد الملك في خلافة أبيه، فلما حج رأى الناس عند الطواف إذا